إذا كان هذا الإنسان ترضى به هي كزوج ما عنديش مانع. أنا ما عنديش مشكل في الزواج من المرأة المعاقة، وبالعكس أحب ذلك، خاصة إذا كان رب العالمين أوهبها يعني شخصية قوية وتقدر يعني تقاوم وتنجب وتكون أسرة. أنا يكون يجي لي واحد معاق ما نقدرش نعطيه بنتي، ما نقدرش بيسك، ما عندوش لي مويا باش يعيشها. كيف راه ندير انا؟ نعطيك ديكابي ما يقدرش حتى يتحرك، سكنه ما عندوش، يخص 300 نعطيه بنتي. هو في ام مجتمع ما نقدرش معاق انسان يقدر، والله ما كيش نوصلها لك والله. يعني بكل صراحه موضوعين انا لا ارضى يعني هذه، ربما لانه ربما يعيق يعني الحياه الاسريه او ذكاء. نعطيها له وعلاه لا؟ واحد معوقها وكما انا كما هو، ونهار اخر بل كان تجي فيا نتعوق نعطيها له وعلاه لا؟ كون قادره وعلاه لا، حتى مش قادره نهزها نورمال. ما نديهاش، نحب وحده كامله يعني. هذوك هي اللي تختار، دوك الوقت وتغير ما بقاتش كيما بكري، انا ما نجمش نفرض عليها. عادي، ما عنديش اشكال في حاجه كيما هذه. هو فرد من المجتمع، انسان قبل كلش عنده طموح، عنده حياه يحب يعيشها عادي. يعني الا كان حبته هي، الا كان حبته هي ضرب راسها، اختيارها هي. كيعود كاتب لها ربي في واحد معه، وين هو المشكل؟ نعطيها له كون يعود راح يسقبها، نعطيها له بينصير، نعطيها له علاه ما نمدهالوش؟ مي شكون يحس درك واحد معوق مسكين اللي فيه يكفيه. بيان سور عنده حق يتزوج، بصح انا ما نقبلش. عباك جاني شوك بلوكاج طوطال في دماغي، عباك ما تقبلتهاش انا. ولا ما نعطيلوش، ولا ما نعطيوش له، هو مش بني ادم نعطيلو. الحريه ليها هي وسي درك، كي ما تبغيش راه تحتم عليها انت درك. بنتك تحب تزوجها مثال خيرها، الراي لها هي، هي ونصيبها ومكتوب. المعوق كيف نعطيها انا؟ ما نحتمش عليها هاي. لا، اذا كان قبلت هي يا ربي سهل عليها، انا بنحتم عليها، نمد انا بنتي لواحد معوق ما نمدش. وعلاش لا؟ بطبيعه الحال المعاق هذا مش لازم يكون معاق حركيا، كاين اشخاص معاقين فكريا. دي كاباسيتي ونجم يخدم ونجم يفرض روحه في المجتمع، مدوها. شاب معاق. والله حطتني في الامر الواقع، يعني الا كنت نحبه فاكيد راح نتزوج به. انا شخص درك نسقسيها هي، حنا رانا قال الاخر ما بقاش هذيك تاع واحد يمد بنته من راسه. ما نقدرش نكذب عليه. اذا قبل هو هذيك حاجه اخرى. هذيك هي واش تحب؟ لا مش نقول لك نضغط على نقول لها ديه ولا لا. عادي، مش مشكل هذه الاعاقه، مش مشكل. نوافق كي تعود هما متفاهمين. ما عنديش مانع. علاه ما نرضاش؟ انا نرضى باغ اكزومبل تعود هي الاصل، هي طفله ولا طفل هما اللي عادوا باغيين هالشيء هذا، انا ما عندي حتى دخل فيه. ما عندوش اهميه. واش لا؟ على ماش لا؟ بوركوبا؟ بكل صراحه جميعنا نقول نعم، ولكن في الواقع نجد علينا ان نحدد نوعيه الاعاقه. تقدر على شقاه وعلاه لا؟ بين اخرى لهنا هو كلش في الدنيا. اذا كان المعاق هذاك معاق حركيه مش فكريا، احنا الاعاقه راه الاعاقه فكريه، درك ماشي اعاقه حركيه. ما نقدرش خاطر هو مصيرها تحط. لا ارضى، لا ارضى، حتى ما ارضاه لنفسي لا ارضاه لغيري بطبع. وعليه ما نمدهالوش، كل واحد واش كتب له ربي. معوق من معوق، معوق من معوق، يكون معوق وهي طفله باهيه ومليحه وكلش. انا بالنسبه لي انا ما نتكبر حتى احد. Thank you.